السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم عندي معكم فيديو جديد كيف العاده. اضطريت نقطع الصوت من الفيديو، درت لكم غير اوديو هكا حيت في هاد القهوه طارقين الموسيقى. ديك الموسيقى داروا لي عليها حقوق الطبع مجهده بزاف، حيت هاد القهوه كتلقى فيها الموسيقى ديما مجهده. مهم، هاد القهوه كتعجبني، زوينه بزاف، كاينه في ايلتشي خارج اليكانتي. يو قلت نشارك معكم اليوم الفلوغ، جينا نفطر فيها انا وراجلي. يو قلت نشارك معكم نهاري ديال اليوم. المهم دابا بغيت ناخذ واحد القهوه هنايا، دومونديت على واحد القهوه، واحد التوستاد كيف العاده، مطيشه والفخوماج. المهم هادي هي المحبه عندي، محبه على قلبي، هادي الاكله اللي كتعجبني نفطر بها على خير، تعزيز عليا بزاف بزاف بزاف. المهم هي لي دومونديت عليها دابا. انا القهوه هنا راه جابتها ليا بارده، ماشي بارده، دافيه، ومشيت رديتها ليها قلت لها عافاك سخني. انا حبيبتي رجعت ليكم دابا من بعد ما فطرنا، مشينا ضربنا واحد الدويره بكاب الطوموبيل، الجو زوين البنات، وكنت بغيت نصور ليكم، تاع التليفون ديالي طفى ليا. دابا يا لينا بركنا هنا في واحد الريستوران اللي فتحات صراحه، عندهم الدجاج مشوي، عندهم هذاك الشيء زعما صراحه واعر، نشاركوا معاكم. ايوا حبيباتي ها انتما معايا، عرفتوا البركه كي دايره زوينه هنايا، الجو غزال، واحد الشميشه ما نعاودش ليكم. ايوا جينا بركنا نبدلوا الجو، اليوم راه تلهيت ويلا فتح دابا سيمانه هاد البلاصه، هاد الريستوران هادي يلا فتحات. والبارح دايزه من هنا كنت في كاريفور، قلت لها جي والو غدا ديني ناكل عندهم، حيت انا كنت كنمشي ناكل عندهم، كانوا في واحد البلاصه اخرى، ودابا يفتحوا حتى هنايا قرابين لينا. ايوا حبيباتي هانتوما معايا، خليكم معايا، هانتوما ها البقوصات ديالي. اول حاجه هنايا خدينا الدنجال، فليفله، هادشي مشوي بصيله، وهادي بطاطا مشويه صراحه زوينه حتى هي، عندهم بنينه صافي. الكوكا انا راه بديت كنشرب فيها، والهريسه والخبز. المهم هادو هما اللي خدينا دابا في الورده، دابا باش يجيبوا لينا من بعد الدجاج. المهم انتم البقوصات ديالي انتم معانا، البنات هاد البطاطا عندهم واعره، كتحمق كتلهي، ومع انا عشاق ديال الدجاج ما نعاودش ليكم، كيحمقني. ها هو البنات الدجاج، عرفتو زوين، معرفتو واش كيبان ليكم معشعه، عرفتو عندهم مشاير ملو مقير ملو مشوي، عرفتي واعر صراحه غزال، الواحد كاع ما يبقى يهز الهمي ملي اللي ياكل هنايا. والله الا عندهم فن وحق الله العظيم، وما غاليش بزاف زعما، زوينه عندهم، وتا البريكه زوينه. دابا بدا كي الجو كيدفى صراحه، الجو بدا كيزيان، نمشي يمش يلا مشينا ناكلو قبل ما يبرد، خليكم معايا. انا حبيباتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم نهار الثاني من بعد هذاك الفيديو، ما بغيت نقطع معكم، ما فيه زعما غير قليل، قلت نشارك معكم، نشارك لكم العيد ديال الاب. اليوم كاين عندنا عيد ديال الاب، وقلت غدا نوجد لراجلي، اشنو غادي نوجد ليه، عندي لي اكلات اللي عزيزين عليه، وقلت نشارك معاكم، علاش لا ان شاء الله. المهم حبيباتي ما تشوفين، خليكم معايا، نمشيو دابا للكوزينه نوجدوا اشنو خاص. المهم غادي ندير ليه شي حوايج اللي عزيزين عليه، اكلات عزيزين عليه كيحماق عليهم. المهم قلت نشاركها مع نشاركهم معاكم. يلا حبيباتي شو نكملوا لا فيديو كنحمق عليكم. وقبل ما نكمل نمشي للكوزينه، نقول لجميع الاباء يا ربي يطول في عمركم ويخليكم لينا، ومساكن اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، واللي باقيين على قيد الحياه الله يطول في عمرهم، واللي مراد مساكن الله يشفيهم يا ربي امين. هذا الشيء اللي نقول حبيباتي، وخليكم معايا. ها انتم الحبيبات ديالي، انا نبدا معاكم على بركه الله. عندي هنايا واحد الميرنا، المهم متوسطه الحجم، قسمتها على جوج بحال هكا، مزوله ليها الشوك ديالها وهذاك الشيء. هنا اول حاجه حكيت فيها هنا الثومه، حكيتها فيها، غادي نضيف ليها صراحه كتجي زوينه بهاد الصلصه البيضاء،
غادي نضيف عليها شويه ديال الزعتره ثلاثة. صراحه كتجي كتحمق بنينه، كيجي حتى بالسلمون، حتى السلمون كتجي بها زوينه. هاد المره نديرها معكم حتى بالسلمون. المهم اي نوع ديال الحوت متوفر عندكم صافي. ها هو دابا درت عليها الزعتر مع الثومه، غادي نغسل يديا. صافي غادي نضيف عليها زبيده، ثم يا البنات اوكي. ايوا اليوم راجلي عزيز عليا الحوت، يوم مع عيد الاب ضروري نديرو ليه الحوت، يحمق على شي حاجه سميتها الحوت. انا عزيز عليا، قولوا لي شكون هذا اللي ما عزيزش عليه الحوت؟ كلشي كاع الناس عزيز عليهم الحوت. صافي ها هي، درت شويه ديال الزبده وغادي نعصر عليها واحد شويه ديال الحامض. نحيد هاد العظيمات ديالو، دارو ليه هنايا. أنا ديجا راني مسخنة الفران، نحطو هاد الميطاشات هكا. هاد الطوماط سوغيس هي كتجي زوينة صافي. وها هو الطبق ديالنا ديال الحوت. دابايا غادي ندخل اللاطة ديالي الفران، منفوت فيها 20 دقيقة البنات، 20 دقيقة. وديجا الفران راه سخون. من بعد دابايا غادا نمشي نصايب الصلصه ديالي، خليكم معايا تنمشي نصايب الصلصه. ها نتوما معايا حبيباتي، وتشاركوا معايا اليوم الغديوه اللي غادي ندير لراجلي بمناسبه عيد الاب. ايوا ها نتوما معايا حبيباتي، خليكم معايا انا الحبيباتي. الدابه ديالي من اللي درت الحوت ديالي طيب في الفران، غادي ندير هنايا، غادي ندير هنايا، درت هنا الفول، غادي ندير الفول مدمس او الفول مشرمل كيعجبني. اليوم غادي ندير كاع هاد الحوايج اللي كيعجبو راجلي. راكم عارفين اليوم عيد الاب، خصنا ندلعوه وندلعو كاع، ندلعو كاع الاباء، واخا كاع ميكون اليوم العيد ديال الرجال، ديال ندلعو رجالاتنا. مهم كاين عيد المراه، كاين عيد الام، دابا هذا عيد الاب ندلعو فيه الرجاله. مهم غادي هنا شديت الفول، درت فيه مطيشه وحده حكيتها، وحكيت بصيله، وهنا درت شويه ديال القزبر ومعدنوس صافي، وثلاثه ديال الثومات. وغادي نضيف لقامه، غادي نضيف هنا شويه ديال التحميره. وغادي نضيف سكين جبير، الكمون. كتعرفوا الكمون كيجي فيه كيعطي واحد المذاق خاص صافي. وغادي نضيف فيه البزار، و ندير الملحه. الملحه انا الملحه كنديرها بيدي، كنشد العبار بيدي، ما نضيف واحد شويه ديال الهريسه. المهم اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش الهريسه انا كتعجبني، كتعطي واحد البنه بوحدها زوينه الحار. والزيت حيد لي هذه باش نكيب. صافي غادي نقليه
شعل عليه البوطة. ها هو البنات صافي شعلت عليه البوطة وغادي ندير هذا الشيء يتقلى لي واحد شويه. صراحه كيجي زوين بنين. انا هاد الفول صراحه ملي كنت في المغرب ما كانش كيعجبني حتى على شحال، دابا ولا كيعجبني. كانت كديرو ماما وعاد باش في الاخر ولا كيعجبني، وملي جيت لهنا وليت كنحمق عليه. انا بناتي راه محيحات اليوم مع مقاريش، مع كاينه هاد عيد الاب، كاين مع عيد الاب ما كاينهش القرايه اليوم، محيحات عليا باكين يغنيو. صافي نخليه يتقلى شويه ونضيف عليه عاد باش نضيف عليه الماء. خليكم معايا حبيباتي. انا حبيباتي بعد ما تقلى ليا صافي غادي نضيف عليه هذا الكويس هذا ديال الماء صافي، وغادي نقص عليه البوط على حدها صافي، وغادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو. وفي نفس الوقت هنا راني دايره بطاطا هنا تسلق، غدا تسلق نص تلقى. المهم غدا نشاركها معكم حتى غادي نشرملها. المهم خليكم معايا حبيباتي. البنات ديالي البطاطا ملي من بعد ما تسلقات يا نص تلقى، ها هي درت ليها الثومه وزبيده وشويه ديال زيت العود، وغادي نضيف عليها واحد شويه البزار. صراحه كتجي مع البزار كيعطي واحد المذاق، واحد شويه ديال الملحه. المهم على حسب الذوق ديالكم. صراحه كتجي هذه خليتها بالقشره ديالها كتجي زوينه، كتقدم بحال سلاده الا بغيتو زعما تقدموها بارده. صافي دابا نخليها واحد شويه. ها نتوما معايا، ها نتوما البنات بعد ما خليتها انا رجعت ليها دابا غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الزعتر. ها هو ضفت عليها واحد شويه ديال الزعتره، كتعطيتها هي واحد البنه. وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الهريسه. المهم اللي بغى يدير الهريسه فيها كتجي حتى هي كتعطي واحد المذاق. انا كتعجبني الحار صراحه الهريسه حتى هي كتعطي واحد البنه في الماكله. واللي ما بغاش الهريسه ما يديرهاش، ماشي ضروري، كتبقى اختياريه وسهله كتجي بنينه. والله الا كتجي كتشهي. صافي خليها تشحر مزيان ونكمل معاكم. صافي البنات هاي البطاطا ديالي تشحرت هي مزيان. صافي غادي نطفي عليها البوطه، طفيتها عليها صراحه الريحه ديالها كتشهي البنات، تشهيت وقيله غادي ناكلها قبل من نجي نحط الماكله. هي واش نديرو. المهم انا طفيت عليها دابا غادي نمشي نكمل الحاجه اخرى. المهم ها هو الفول ديالي راه باقي ناقص عليه البوطه، باقي كي قرب يطيب حتى هوايا، باقي ما خصو يعقد وداك الشيء. المهم خليكم معايا حبيباتي. دابا نمشي معكم للصلصه. هنا درت جوج معالق ديال الزبيده وثلاثه الفصوص ديال الثوم وشويه البزار وشويه الملح. غادي نشحر فيهم هاد الكروفيت ديالي ولا الكامبو. المهم ها انتم معايا غادي نشحرهم. ها هما حبيباتي بعد ما تشحروا لي الكروفيت ديالي غادي نزولهم وغادي ندير الشامبينيون دابا. خليكم معايا. انا حبيباتي دابا راني رميت الشامبينيون وغادي نزيد فيه البوطه باش ما يطلقش ليا الماء ديالو. صافي باش غير دغي يتحمر، اذا ما يطيب ليا انا كيتحمر ليا يطيب ليا ونرمي عليه الكريم فخيل. خليكم معايا. ها هو حبيباتي صافي الشامبينيو ديالي ها هو يا بعد ما تشحر ليا مزيان. دابا غادي ندير عليه الكريم فخيل. ها هو يا
هو نخليه دابا وغادي نضيف هذاك لي كروفيت ديالي صافي. غادي نخليه نقص عليه شويه البوطه نخليه يغلى على خاطره. يلا انتم معايا البقوسات. ها هو البنات الشكل ديال الطبق ديالنا الصراحه جا رائع. كتب لي عليكم انتم معايا صافي. ها هي البطيطه ديالنا الشكل النهائي ديالها. ها هو الفول ديالنا. وهذه درت هاد السلطه صغيره خفيفه درت فيها الكركاع والزبيب التمر لافوكا طوماط سوغيس والبروكولي. ايوا هذه هي الطويبله ديالنا. دابا نمشي نقدمها واحد باقي كلشي سخون. انتما البنات نتمنى يكون عجبكم الطبق اللي حضرت اليوم يكون عجبكم. لا عجبكم ما تنساوش البنات تدعمونا بلايك واشتراك اللي باقي مشترك وشي تعليق بحالكم زوينه البوكوسات.